بالتأكيد العقوبات الجديدة الأمريكية بالنسبة إلى منظومة الأبحاث أو الفضائية الإيرانية فيما يتعلق بقدرتها على تطوير هذه المنظومة وفشلها للمرة الثالثة، وهذا ما نشر كصور عبر مواقع وحسابات أمريكية من ضمنها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قبل أيام. الإشكالية هنا تتعلق في عندما تنجح الإيران في عملية بناء منظومة صواريخ عابرة للقارات أو قادرة على حمل قمار صناعية، فإنها تنقل مستوى التهديد للمصالح الأمريكية في أكثر من موقع، وهذا ما تخشى الولايات المتحدة. تتعامل مع صواريخها مثلا القصيرة المدى التي تستخدم ضد دول مثل المملكة العربية السعودية وخلافها كأنها منظومة أو أسلحة قادرة الولايات المتحدة من خلال منظومات الاشتباك أو إعاقة هذه الصواريخ من الوصول لأهدافها المنظومات الدفاعية على تحييد هذا الخطر. ولكن إن استطاعت إيران، وهذا ما تخشى الولايات المتحدة، فإنها سوف تنقل مستوى التهديد بشكل من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة إلى الولايات المتحدة بشكل أكبر وأوروبا تحديدا، وهذا ما لا يمكن تقبل به الولايات المتحدة.